إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن أمريكا تعد لفرض عقوبات إضافية على إيران الأسبوع القادم على أقرب تقدير لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية. وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: نحن ملتزمون 100% بضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. وأضافت: سنواصل ممارسة أقصى الضغوط وفرض عقوبات هائلة عليهم. كل العقوبات التي كانت قائمة قبل الاتفاق ستعود كما كانت، ونعد لإضافة عقوبات جديدة ربما يتم فرضها الأسبوع القادم على أقرب تقدير.